السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأخبار النادي الأهلي صباح اليوم الثلاثاء الموافق 3 من سبتمبر 2024، وأخبار مثيرة صباح اليوم نبدأها بأهم العناوين. شوبير يفجر مفاجأة بشأن صفقة الأهلي الخامسة، وتقرير يفجر مفاجأة عن انتقال نجم مغرب دولي جديد، والأهلي يدفع 28 مليون ويضم صفقة مدوية رسميا. ومن هو ضياء النجار الذي اعتذر لطالب ببوكيه ورد مترجم كولر الجديد؟ وليلى عبد اللطيف خبيرة الأبراج تفجر قنبلة الموسم عن محمد صلاح. في البداية ما ننساش نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة. شارك أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي السابق منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن موسم الانتقالات الصيفية للنادي الأهلي، وكتب في المنشور: الظاهر العدد هيوصل 5. وقد كشفت تقارير صحفية مغربية على أن سفيان بوفال مهاجم المنتخب المغرب عاد اسمه للواجهة من جديد داخل النادي الأهلي للتعاقد معه فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد فسخ تعاقده مع نادي الريان القطري بالتراضي بين الطرفين. أوضحت صحيفة شوف تي في المغربية أن اسم سفيان بوفال مطروح على الأهلي للانضمام في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع الريان القطري، خاصة أن اللاعب كان أحد الأسماء التي يرغب فيها النادي الأحمر في التعاقد معها. وقد أعلن نادي الريان القطري فسخ تعاقده مع المغربي سفيان بوفال مهاجم الفريق بالتراضي بين الطرفين، موجهين الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق. ويعود فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي للتدريبات، وذلك استعدادا للمواجهة القوية التي تجمع بين النادي الأهلي وجورماهيا الكيني في ضربة البداية لبطولة دوري أبطال أفريقيا في دور 32، حيث يخوض الأهلي المباراة الأولى في كينيا، وذلك يوم 15 من سبتمبر الجاري، على أن يعود لمواجهة الإياب في القاهرة يوم 21 من سبتمبر. ومن المعروف أن الأهلي قام بتحويل مبلغ 28 مليون جنيه إلى حساب نادي الإسماعيلي قيمة القسط الأول من صفقة عمر الساعي، فيما يحصل عمر الساعي على مبلغ 50 مليون جنيه في 5 مواسم، حيث يحصل على 8 مليون جنيه في الموسم الأول، 9 في الموسم الثاني، 10 في الموسم الثالث، 11 في الموسم الرابع، و12 في الموسم الخامس. كل التوفيق إن شاء الله لصفقات الأهلي الجديدة بإذن الله. نعود إلى مترجم كولر الجديد ضياء النجار، وهذا الدكتور بجامعة عين شمس أو بكلية الألسن بجامعة عين شمس، والذي ظهر في تدريبات فريق النادي الأهلي كمترجم للسويسري مارسيل كولر. من هو ضياء النجار الذي اعتذر لطالب ببوكيه ورد في جامعة الألسن؟ فقد قرر النادي الأهلي تعيين الدكتور ضياء النجار مترجما للسويسري مارسيل كولر المدير الفني، خلفا للمترجم خالد الجوادي الذي رحل عن منصبه عقب نهاية الموسم الماضي. يعد النجار واحدا من أشهر المترجمين في مصر، حيث سبقت له واقعة جعلته حديث لمواقع التواصل الاجتماعي وبين طلابه في جامعة عين شمس في كلية الألسن، حيث عنف طالبا لديه ثم اعتذر له ببوكيه ورد. الحادثة بدأت عندما كان هناك طالب في المحاضرة يتحدث أحاديث جانبية مع أحد زملائه، فوجه له ضياء النجار رسالة عنيفة قائلا: عيب كده، ما ينفعش، وأنا بصت لك مرتين وأنت لسه بتتكلم. واستمر ضياء النجار في شرح المحاضرة، ثم اعتذر بعدها وقال للطالب: أنا آسف، ما تزعلش مني إنني تعصبت عليك، حقك عليا، أنا آسف للمرة التانية.
وهو ما جعله حديث لمواقع التواصل الاجتماعي. ولكن المفاجأة عندما روى أحد الطلاب أن الأمر لم يتوقف عند هذا الاعتذار، حيث قام الدكتور ضياء النجار في اليوم التالي بإحضار بوكيه ورد للطالب قائلا: لو كنت طولت بست رأسك قدام الجميع. ثم قال: حينما غضبت كنت ضعيفا، وحينما اعتذرت عدت قويا. ودائما ما أقول: من يملك شجاعة الاعتذار يملك مقومات الحوار، فهل أدعو الناس إلى البر وأنسى نفسي؟ هذا هو مترجم كولر الجديد، الدكتور بكلية الألسن جامعة عين شمس، الدكتور ضياء النجار، أستاذ الأدب الألماني والترجمة. نعود إلى الأنباء وأخبار محمد صلاح والمنبئة وليلى عبد اللطيف خبيرة الأبراج اللبنانية، حيث تفجر قنبلة عن محمد صلاح، حيث ظهرت خبيرة التوقعات الشهيرة ليلى عبد اللطيف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه الحكاية بعد انتشار شائعات حول وفاتها، مؤكدة أنها بصحة جيدة وتواصل تقديم توقعاتها المثيرة للجدل في هذا الظهور. وقد فجرت ليلى عبد اللطيف مفاجأة جديدة على الساحة الرياضية، حيث توقعت رحيل النجم المصري محمد صلاح عن نادي ليفربول الإنجليزي، مما أثار تساؤلات كثيرة حول مستقبله والوجهة المقبلة لأحد أبرز لاعبي كرة القدم في العالم. فقد توقعت ليلى عبد اللطيف أن محمد صلاح نجم نادي ليفربول والمنتخب المصري سيغادر الفريق خلال الفترة المقبلة، مما يشير إلى نهاية حقبة ناجحة للاعب الذي حقق الكثير من الإنجازات مع النادي الإنجليزي ليفربول. هذه التوقعات تأتي في ظل شائعات متزايدة حول رغبة محمد صلاح في خوض تجربة جديدة بعد عدة مواسم ناجحة مع ليفربول، وساهم بشكل كبير في تتويج الفريق ببطولات محلية وقارية أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز. محمد صلاح يعد أفضل اللاعبين في العالم، وذلك في عدة مناسبات لمح إلى إمكانية رحيله من ليفربول الإنجليزي، رغم أن محمد صلاح لم يصرح بشكل مباشر عن رغبته في مغادرة ليفربول، إلا أن هناك عدة عوامل قد تدفعه لاتخاذ هذا القرار. من بين هذه العوامل الخوض أو الرغبة في خوض تحديات جديدة في دوري آخر مع نادي جديد، بالإضافة إلى بحث عن عقد مالي أكثر جاذبية، خاصة مع تصاعد العروض الضخمة من الأندية الخليجية والأمريكية. أخيرا أعلن البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري رحيله عن منصبه، كما كشف عن أبرز التحديات التي واجهته، وقد أصدر بيان يوضح فيه رحيله، مؤكدا أنه قد تم اتخاذ قرار بعدم تجديد تعاقده مع الاتحاد المصري لكرة القدم. وفي النهاية أشكركم وتحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.